اللي هي التقنيات الحديثة اللي يمكن أن تساهم في تجميل الفك. في أشخاص كثير يحتاجونها، فرح نتعرف على أبرز هذه التقنيات. خلونا نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الإله القحطاني، طبيب أمراض جلدية وتجميل والليزر. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله. الله يسعد مساء، الله يسعد صباحكم، كل خير إن شاء الله. وصباحك إن شاء الله. في البداية خليني أسألك عن تعريض الفك وتحديده، يعني بعض الأشخاص قد يحتاجه من ناحية تجميلية، لكن إيش الفرق بين التحديد والتعريض؟ طيب، بداية ما هي عملية تعريض أو تحديد الفك؟ كثير من الناس مثلا يتوجه للعيادة ويسأل يقول هل هالتقنيات تناسبني أو لا؟ كثير من التقنيات الآن في عالم التجميل مثل التكساس والنفرتيتي هي ما لها مصدر علمي، يعني أسامي جديدة، بس إنه المفهوم منها بشكل عام هو عبارة عن تحديد وتعريض الفك باستخدام مواد التعبئة، سواء الفيلر أو الدهون الذاتية أو الآن التقنية الأخيرة اللي تحديد الفك باستخدام الخيوط. ممتاز. طيب نتكلم عن مراحل هذه التقنيات دكتور عبد الإله، كيف تمر وكيف مثلا انت ممكن تشخص انه هذا الشخص مثلا يحتاج يعني تحديد، يحتاج مثلا تعريض، يحتاج التقنيات اللي نسمعها التكساس والنفرتيتي، كيف بالفعل تشخص؟ بالفعل اكثر سؤال ينطرح على اطباء جلديه واطباء التجميل، يا دكتور هل تناسبني التكساس هالتقنيات؟ كثير بيسمع يقول هل تناسبني ام لا. هنا السؤال، بدايه تعتمد على عوامل كثيره. اول حاجه لازم الواحد يسال نفسه التقنيات هذه سواء بحقن المواد التعبية أو باستخدام البوتوكس أو باستخدام الخيوط في تحديد الفك. بداية خاصة الناس والأشخاص اللي عندهم وجوههم طويلة، الناس اللي وجوههم ترانجولر اللي مثلثة، هذا تقريبا تناسبهم مع الشكل الجمالي وملامح الوجه بشكل جميل وتكون أكثر جمالا. أما الوجيه مثلا لو نفترض وجيه نحيفة، الوجيه العريضة، تقريبا ما ننصح في استخدام هالتقنيات لأنها لا تعطي شكل متناسق مع الوجه. جميل. الأسباب اللي ممكن يلجأ لها الواحد لعمل مثل هذه العملية؟ طيب، بداية ما هي الأسباب؟ في أسباب دواعي علاجية، مثل مثلا عند شخص عنده تراجع في الفك، تراجع في الذقن، عدم توازن بين الفكين اليمين واليسار، هذه عوامل علاجية. لكن للأغلب 90 إلى 95% من مراجعين عيادات التجميل انه الدواعي تجميليه او جماليه، فبعضهم مثلا يحتاج الى تحديد فك لانه يعاني من مشكله تجمع الدهون في الذقن المزدوج، فذلك نعمل عمليه تحديد لكي نبرز الفك وبالتالي يكون الشكل اكثر ومتناسق بشكل جميل. ممتاز. طيب نسمع عن بعض هذه التقنيات دكتور انه ساعات ما تكون دائمه، مثلا المواد اللي يتم حقن المريض فيها، هل مثلا ترجع على نفس التقنية نفسها أنه المادة مثلا تكون دائمة عند الشخص، ولا لازم مثلا نجدد فترة مثلا بعض الشهور؟ طيب، سؤال جميل. ما هي المواد التعبية اللي ممكن خلينا نقول يستفيد منها المريض وفي نفس الوقت ما تضر المريض؟ أول حاجة نقسم مواد التعبية لقسمين، مواد باستخدام الفيلر المؤقت اللي يدوم من 4 شهور إلى 8 شهور، قد يمتد إلى سنة. ايضا في نوع من انواع الفيلر من تركيبه العظم اللي يسمى الريديوس ويمتد الى 2 سنين. هناك مواد اخرى اللي هي حقن الدهون الذاتيه، ودائما انا انصح في حقن الدهون الذاتيه الناس مثلا مسمين عمليات تكميم، فتكون تجلس مده اطول وفي نفس الوقت اقتصاديا اوفر من ناحيه اقتصاديه. جميل. ما في اعراض جانبيه ممكن تكون من هذه العمليات؟ لأنه حقيقة في كثير من الأحيان تكون المواد المحقونة ما هي ذات جودة عالية، خصوصا الآن مع انتشار عمليات التجميل بشكل كبير، إلا ما يكون في خوف ويكون في حذر من هذا الجانب. طيب، بداية أول حاجة لازم إحنا نعتمد على عدة عوامل. أول عامل وهذا مهم جدا أعيد وأكرر، نوع المادة المحقونة لازم أنها تكون مصرحة، لازم أنها تكون مؤقتة وليست دائمة، وهذا مهم جدا. ثاني حاجة المكان اللي يحقن فيه لازم يكون مكان مصرح ومرخص، لأنه بعض الأحيان باستخدام بعض المواد الغير معقمة قد تسبب بعض الأحيان لا قدر الله بعض الالتهابات وانتفاخات والكدمات الدائمة. ثالث حاجة وهذا مهمة، تعود على شطارة وعلى ذكاء ومهارة الطبيب، هل ممكن المريض اللي قدامي يحتاج هالتقنيات أم لا؟ لأن كثير من الناس مثلا يلجون هالتقنيات وفي آخر شيء يضطر أنه يا إما يذوبها أو يسحب الفيلر أو بطريقة أخرى لأنه ما طلعت من نتيجة. وأهم سبب أنا في وجهة نظري كمية المواد المحقونة. دائما أعيد وأكرر أنه ننصح بحقن كميات أقل
حتى تعطي شكل أجمل وشكل متناسق مع الوجه. اي صح، وبالنهايه يمكن عمليه تدريجيه، انه اذا شفتوا في حاجه اكثر للمريض ممكن انه يتم زياده هذه المواد. بالفعل. لكن نتكلم دكتور، انه هل مثلا في بعض الاشخاص لما يجونك للعياده تقول انه تعتذر لهم انه معليش ما اقدر اسوي لكم هذه التقنيات، يعني في اشخاص محددين ما تناسبهم؟ سؤال جميل. هنا تجي سؤال مثلا كثير من الناس مثلا يجيك العياده ما يفهمش معنى تكساس او ما يعرفش معنى نفرتيتي. هنا انت توجهه المريض هل يحتاج فعلا، هل يحتاج ام لا؟ لانه اصلا في الاول وفي الاخير اذا ما احتاج وسويت له الشغله راح تضره، وراح تضرك انت كطبيب مثلا سمعتك. فانت هنا لازم توجيه المريض اول حاجه شروط معينه زي ما ذكرنا سابقا، نوع الوجه بعض الاحيان الوجيه النحيفه ما يفضل ان تحقن له تكسس وتعريض الفك. ثاني حاجه مهم جدا ما ذكرناه لنوع الجنس، يعني الرجال يختلفون عن النساء مثلا في تحديد الفك او تعريض زاويه الفك. الرجال يحتاجون انه يكون زاويه اعرض، تكون ارتفاع التكسس او ارتفاع تحديد الزاويه تكون الى توصل الى اقل من مستوى الخد. بعض النساء تكون اقل، تكون اكثر اقل حده، النساء تكون نوع من انواع النعومه فقط طبيعي تحديد الفك. فتختلف على حسب الجنس وايضا تختلف على حسب الاحتياجات. جميل. كيف اختار الطبيب المناسب لاجراء مثل هذه العمليات؟ اول حاجه مهم جدا سؤالك، اول حاجه انت لازم تسال نفسك هل انت تحتاج هالتقنيات قبل ما تروح للطبيب، تعرف ايش العوامل المناسبه، هل اذا سويت هالتقنيات هل ممكن تزيدك من ثقتك في نفسك، هل تكون وجهك يعني يكون اكثر تناسقا. مهم جدا تبحث عن مهارات الطبيب، مهم جدا تبحث عن مؤهلات الطبيب، كم عدد الحالات اللي يحقن للطبيب، هل يوجد اخطاء او مضاعفات، ما هي نوع المادة، مهمة جدا انك تسأل عنها نوع المواد. فأيضا نوع الخيوط إذا أنت بتسوي تحديد فك باستخدام الخيوط. فهذه الأشياء كلها لازم انك أنت تكون في عين الاعتبار إذا بتروح أي عيادة أو طبيب معين. ممتاز. طيب إيش هي أبرز النصايح دكتور عبد الإله اللي توجهها دائما للمرضى بعد إجراء هذه التقنيات؟ هل مثلا في نصايح لازم يتقيدون فيها؟ أحسنتي. أولا بداية احنا قبل ما نحقن هالمواد لازم احنا نعرف ان في الجزء اليمين مو نفس اليسار قبل حقن هالمواد. فمهم جدا تصور الطبيب حالة المريض، مهم جدا معرفة نوع المادة اللي تحقن، مهم جدا معرفة نوع الخيوط الجراحية اللي تعطى للمريض، مهم جدا انه ما اروح اسوي تحديد او هالتقنيات واترك اجزاء مهمة في الوجه ممكن نعدلها، سواء مثلا حقن في الخدود، حقن في اماكن معينة، علشان يطلع الشكل الجمال والشكل متناسق بشكل افضل. جميل. كل الشكر لك دكتور عبد الله القحطاني اللي كان معنا في الحديث عن عمليات التكساس والنيفرتيتي.